توصل النتيجة تاع اليوم يعني؟ نتيجة ثقيلة. نتيجة ثقيلة مع فريق صغير. احنا لعبنا فريق الشباب، هادو سيدي ايفانتيا. الفريق الاول ما جاوش لان عندنا عدة اصابات، وهذا تنقلنا الفريق الشباب، وشي طبيعي يعني. ان شاء الله يكون عندنا رجوع كل لاعبين للفريق، وبعدين يكون لكل حدث حديث ان شاء الله، لان فريق مولودية فريق كبير، وان شاء الله لما يرجعوا كل لاعبين يكون فريق منافس قوي.